عشر خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 1- اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون. 2- تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير نظيفة. 3- غطي أنفك أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي. 4- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة. 5- ابتعد عن السلام بالأيدي أو التقبيل أو الأحضان. 6- التزم المنزل إذا شعرت بحمى أو سعال. 7- إذا أصبت بضيق تنفس أو حمى أو سعال، اتصل بالخط الساخن 105 أو 15-335. 8- تجنب الاحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه إصابتها. 9- تناول طعاماً مقوي للمناعة. 10- لمزيد من المعلومات والاستفسار على رقم الخط الساخن 105 أو 15-335 لمتابعة المعلومات والاستفسار عن الفيروس.